السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وليد وليد، رجعت لكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله شباب فيديو عن افضل 5 مودات في لعبة جي تي اي سان اندريس. نعم، لا تنسوا اللايك والاشتراك وانشروا المقطع في كل مكان، ويلا نبدا يا حبيبي. وشكرا على دعمكم شباب، فيلا نبدا يا حبيبي. طبعا المود الاول شباب راح يعجبكم ادري، وكل هذه المودات اللي في هذا الفيديو خصوصا راح تعجبكم مرة. طبعا المود الاول هو مود تصالح العصابات، تصالح العصابات. نعم، ايش هذا؟ العصابات تتصالح، وراح نشوف انه الجروف ستريت تتصالح مع البالاس، ايضا الفاغوس يتصالحون مع الجروف ستريت، وهكذا يعني كل العصابات صارت عصابة واحدة هكذا كلهم شباب. راح تلقونهم يعني جنب بعضهم يتكلمون مع بعضهم هكذا مختلطين شباب، بالاس وجروف ستريت هكذا. يلا اين اجدهم؟ هي المفروض في هذا المكان اجد بكثرة البالاس موجودين، لكن انا الان لا اجد، غريبة والله. اوكي هناك، يلا نذهب الى هناك نشوف ما تلك العصابة. اوكي هذه شباب عصابة الفاريوس اتوقع اسمها، المهم لا يهمنا، نريد ان نلقى عصابة شباب اخرى هكذا يعني مع بعضهم. يمكن في بداية اللعبة ما تلقى، فانا دخلت الى سيف جيم شباب مختم فيها اللعبة، وسنرى الان. اوكي كما ترون في الخريطة كلها يعني خضراء، فهي الجروف ستريت، لكن سنجد يعني تصالح مع الجروف ستريت مع البالاس هكذا. ها شوفوا هذه العصابة رأيناها. اوكي نعم، معهم واحد من الجراف ستريت، ايضا هذا النينجا، ورأيتهم. ها قلت لكم شباب تصالح العصابات، اريد ان القى بالاس. نعم بالاس مع جراف ستريت، هي لا يوجد. والله عادة القى الكثير من العصابات في هذه الاماكن، لكن لما ابدا تسجيل الفيديو لا القى، لا ادري لماذا شباب، تصير لعنة في اللعبة او لا ادري، والله ما ادري. فيلا خلينا نكمل البحث، يمكن راح يرسبنون. اوكي هذا رأيناهم، شوفوا شباب أحلام العصر، شوفوا جروف ستريت مع فاريوس، هم أعداء، في المفروض هم أعداء يقاتلون بعضهم، فالآن صاروا أصدقاء. شوفوا شوفوا شباب، شوفوا هذه العصابة. أوكي ما هذه نينجا، نعم مع هذا من الفاريوس. أوكي والله غريبة البالاس للآن لم ألقاهم، شوفوا أجد إلا هذه العصابات، أتوقع في أماكن أخرى. يلا نغير شباب المنطقة، مثلا نذهب إلى هنا. يلا يا حبيبي تيليبورت. أوكي ها هناك هناك والله بالاس غير موجودين شباب، ترون شوفوا. أوكي نعم نفس العصابات هيك، شوفوا. أوكي تصالحوا يا حبيبي، الله ما لقيت بالاس لا أدري. اوكي اخيرا لقيت البالاس مع عصابة الفاريوس هذه، رأيتم شباب والله رائع، كنت اريد ان اجدهم مع الجروف ستريت، لكن هذا هو المود شباب، مود تصالح العصابات، مود جديد. طبعا الان شباب صح نسيت اقول لكم، تلقاهم شباب ايضا راكبين مع بعضهم، مثلا عصابة جروف ستريت راكبين مع بالاس، او عصابة فاريوس راكبين مع الفاغوس، او راكبين مع جروف ستريت مع بالاس هكذا في سيارات شباب، سيارات بالاس تلقى فيهم راكبين هكذا. اوكي مثلا هنا راكب فيه بالاس، ممكن تلقى معه جروف ستريت شباب هكذا، تصالح العصابات في كل مكان، هنا لما يتحدثون، وايضا راكبين مع بعضهم في السيارات. اوكي خلينا نروح الى المود الثاني. طبعا المود الثاني شباب هو مود جدارية جديدة، طبعا تعرفون شباب اتوقع كلكم رأيتم تلك الجدارية اللي هي الخاصة بالفتاة تلك شباب اللي لابسة شباب يعني شيء غير جيد شباب، غير محتشم، فموجود يعني في مكان معين لما نكون رايحين للجروف ستريت. نعم نلقاها. اوكي اتوقع من هنا، والله نسيت من من هنا من هنا، نعم تذكرت. اوكي نجدها شباب هناك، نعم تتذكرون هناك نجد جدارية، تتذكرون تلك الفتاة شباب تشبه سي جي، لكن يعني هي لابسة لباس غير محتشم، لكن هذه جدارية جديدة، مود جديد غير لك شباب تلك الجدارية إلى هذه الفتاة، عاملة يعني إصبعها يعني عيب، لكن شوفوا جدارية جديدة تعتبر. رأيتم شباب هاي، شوفوا كيف هاي أنمي، أتوقع من أنمي، نعم من أنمي، شوفوا كيف، أو لا أدري يا رسمة هكذا فقط. رأيتم غير له، غير تلك الفتاة الغير محتشمة إلى هذه الفتاة، مع أنها عاملة حركة إصبع غير جيدة، لكن المهم أفضل من تلك الغير محتشمة شباب، أفضل
منها. فيلا هذا مود خفيف جدا شباب، خلينا نروح الى اوه شوفوا هاو بالاس مع فاجاس ايتم اوكي رائع. يلا شباب نروح الى المود الثالث. المود الثالث شباب والله الصراحه اعجبني جدا، اللي هو مود ريميك للعبه النحله. نعم راح تتسالون تقولون هي يا وليدو ما هي لعبه النحله؟ طبعا لعبه النحله اللي نلعبها شباب داخل اي سوبر ماركت ندخل ونلقى اله الالعاب نروح نلعب فيها، نلعب لعبه نحله هكذا. او اتوقع داخل منزل سي جي ايضا يوجد جهاز العاب اتوقع نقدر نلعب فيها لعبه النحله، والله ما ادري لا اتذكر بالضبط اذا لعبه النحله او لعبه الفضاء تلك. خلينا نشوف اذا لعبه الفضاء او لعبه النحله شباب، اتذكر بان لعبه الفضاء. يلا اضغط بهذه الطريقه، نعم لعبه الفضاء شباب شفتم. فيلا نطلع يا حبيبي، ليست هذه لعبة شباب نحلة، عملوا لها يعني ريميك لها بهذا المود، يعني مود ريميك للعبة النحلة. فنحن ما يحتاج نروح إلى تلك آلات الألعاب، نقدر من هنا نلعبها شباب عن طريق مود الأرزي الترينر شباب. طبعا الأرزي الترينر اللي هو مود قائمة الغش الجديدة شباب، يوجد فيها خيار يخلينا نلعب ألعاب الفيديو الموجودة داخل لعبة جي تي اي سان أندريس، تلك ألعاب الفيديو اللي نلعبها في أجهزة الألعاب شباب. تتذكرون أجهزة الألعاب الأركيد الموجودة في اللعبة جي تي اي سان أندريس. أوكي يلا يا حبيبي، طبعا نذهب إلى خيار الميشن أوبشن، هذا هو شباب، بعدها إلى فيديو جيمز أو نقدر نلعب من المهمات الخاصة باللعبة لعبة جي تي اي سان أندريس أو فيديو جيمز نلعبهم شباب. شوفوا يوجد خمس ألعاب نقدر نلعبهم داخل لعبة جي تي اي سان أندريس تلك أجهزة الأركيد، أتمنى أنكم عرفتموها شباب. فيلا تلك لعبة النحلة شباب موجودة هنا في رابع خيار، نحن يعني عملنا لها ريميك، مود ريميك للعبة النحلة. فخلينا نشوف الريميك. أوكي ادخل، نعم شوفوا شباب كيف صارت، هي ساحرة. أوكي اضغط بلاي، يلا يا حبيبي ليفل 1. أوه شوفوا الريميك، ما كانت هكذا، هي عبارة عن نحلة شباب، كانت نحلة تطير هكذا في الغيوم والآن صارت ساحرة، صعد إلى فوق. أوكي صعدت دمجتني. أوكي أخذت الكنز، راح لازم أتدمج شباب من تلك الأشباح. اسمع الموسيقى، هي راح نأخذ شباب هذه، راح نايس. اصعد لا يا ربي، هي صعبة والله صعبة. نايس جيم اوفر، خسر شباب. هذا هو الريميك، رأيتم شباب كيف؟ والله الصراحة ممتعة تمضي بها الوقت إذا مللت من لعبة جي تي اي سان أندريس، ادخل العب هذه الفيديو جيمز شباب، توجد يعني فيديو جيمز أخرى، لكن هذا المود يعني عمل لنا ريميك للعبة النحلة شباب، فنحن جربناها رأيتم، غيرها جعلها هكذا ساحرة ومدري إيش، فيلا غيرها كلها جعلها أجواء الصحراء شباب هكذا، كأنه الهالوين نعم. المهم لا علينا، نروح شباب إلى المود الرابع، المود ما قبل الأخير، طبعا اللي هو مود التحول إلى بطة، إيش هذا؟ يلا نتحول شباب إلى بطة، نعم، أوكي نروح إلى قائمة الغش، إلى مود الشخصيات، نعم، بعدها إلى هذا الخيار، بوم، يلا، بطة شباب شوفوا، واو يا حبيبي، أوكي، كويك كويك. يلا كيف صوت البطة؟ والله نسيت ما أدري إيش هو، كواك كواك أتوقع هكذا. شوفوا شباب بطة، أوكي والله شكله مرة رهيب، شوفوا كيف يبتعد عن القمامة، هذه بطة نظيفة بيضاء، وحتى تضرب شباب شوفوا كيف، أين يديها؟ تضرب جناحيها لكن ما تحركها، شوفوا وحتى طلعت منه الدم شوفوا، واو تدهس وكل شيء رأيتم، هي راح تمطر، واو هي تمطر الآن أتوقع، ورياح هذه ما أدري، يا هي تمطر نعم، أوكي والله رهيبة مرة، خلينا نخلي الأجواء شباب مشمسة لكن نراها بشكل رائع الصراحة، يلا شوفوا، أوكي ها والله جميلة صراحة أعجبتني شباب شوفوا كيف، وبطة هل راح تركب في السيارة؟ خلينا نجرب، أوكي فاغوس تعال إلى هنا يا فاغوس، لا تهرب تعال خلينا نشوف هنا من راكب هذا الشخص، تعال الى هنا تعال انزل بطة تقود سيارة، ايش هذا؟ ايضا راح نجرب الدراجة شباب شوفوا كيف يعبث مع البطة، والله اخذ سيارته تعال
اوه هرب، والله محظوظ محظوظ شباب. اوه دراجة هوائية نزل منها، ليش نزل؟ غريبة. اوكي شوفوا شباب، بطة تقود دراجة هوائية. اوه رأيتم؟ شوفوا كيف صعدت شباب، كيف تصعد، كيف صعدت قبل قليل، والله ما ادري تتوقف. يو كيف تصعد؟ اوكي خليني نجرب، اتوقع لا. اوه لما تدور، نعم تصعد الى فوق، شوفوا دور. اوه والله رهيبة مرة جميلة، دراجة نارية شوفوا بالله. ايه وين راكبة؟ اوه ايش هذا شباب، غريبة والله. تحس الشبح قاعد يقود شباب الدراجة النارية، شوفوا لأنه نقودها وحدنا ونرفع العجلة هكذا، كيف غريب والله غريب. شوفوا كيف، والله مرة مرة غريب يا حبيبي. إيش هذا، أحلام العصر حرفيا. رأيتم شباب، والله بطة قاعدة تقود دراجة عادي مرتاحة، شوفوا كيف وتنقلب هكذا. ايش هذا، والله بطة رهيبة الصراحة. شوفوا شوفوا منقارها هذا، والله الصراحة جميلة شباب، جميلة جدا، شكلها جدا واقعي. يلا نروح الى المود الخامس شباب. يلا طبعا المود الخامس هو مود منزل جديد 2024 شباب، جديد طبعا المود هذا، فانا قررت اجربه لكم بما انه جديد. انا ادري في هذه سلسلة المودات افضل خمس مودات جربت الكثير من مودات المنازل الجديدة هكذا، لكن هذا المود شباب يعني 2024، لذلك قررت اجربه. هو مكتوب هكذا مود منزل جديد 2024، فيلا تيليبورت يا حبيبي. اوكي نعم لقد وصلنا الى المنزل شباب الجديد. هو لا ادري يضيف لك شباب اتوقع فقط حراس، هو المنزل هذا كان موجود من قبل تقدر تدخل له عادي جدا، لكن اضف لك يعني شرطة، حراس هم الشرطة. اوه نضربهم، ابلع. هاي اوه يطلق علي هو الحرس الخاص بي، ايش هذا؟ وايضا اين السلاح؟ كيف يطلق بس؟ ايش هذا؟ شو ايش صاير في اللعبة؟ والله غريبة، المفروض هم الحراس الخاصين بي، ليش يطلقون علي؟ يلا خليهم يطلقون كالاغبياء، ما راح يقدرون لي. اوكي انا حارسهم، فيلا شوفوا الشباب كلهم يعني يحرسون هنا. خلينا نكمل نستكشف، يوجد ايضا ليموزين. واو كل الحراس من الشرطة شباب، شيء رائع. هاي الليموزين تنفتح هذه، خلينا نشوف. نعم والله نقدر. اوكي رائع. وهنا يلا توجد شباب هذا الهليكوبتر، والله لا اتذكر بالضبط اذا هذا السلم شباب كان من قبل ام لا، قولوا لي في التعليقات شباب. شوفوا السلم تصعد الى هنا، اتوقع انه ما كان موجود شباب السلم، لانه شوفوا مقلتش هنا، هذا خارج من تحت الارض وتمشي هكذا عليه، اتوقع انه ما كان موجود. فيلا شوفوا الهليكوبتر يعني وضعوها هنا ايضا. يوجد شباب حراس في كل الاماكن، نعم هنا امام المنزل. يلا صعد. والله هذا قاعد يتبعني الخرا، يصعد ايش قاعد تسوي؟ ما يقدر شباب يصعد من هنا. اوكي يلا وضعوا لك سلالم وقاعد تصعد من هناك، صعد من هنا نايس. هذا يشوف الاغبياء ايش قاعدين يسوون، والله اغبياء. وجراج ايضا جميل، هذا المنزل كان من قبل شباب ادري نعم، لكن شوفوا الرائع في الموضوع هو الرائع في المود ليس في الموضوع، هو انه اضاف لي حراس وايضا مسلحين وهكذا، وشيء جميل. هنا هنا رائع، يحرسون ايضا من هنا المسبح هكذا، شوفوا كيف، والله نايس. لكن المسبح هذا فارغ، يحرسون من كل الاماكن، لذلك يسمى بمنزل جديد 2024 شباب، يسمى هو غريب ليس جديد، كان موجود من قبل لكن اسمه شباب منزل يعني 2024 لانه فيه حراس، لذلك يسمى هكذا شباب، يعني مطور. نعم الحراس يحرسونك وهكذا، رايتم؟ والله لا ادري ايش يعني يصير داخل هذا المنزل، لذلك هم يحرسون وهكذا حراسة مشددة، مع انه منزل هذا سي جي. فيلا خلينا ندخل، يمكن ما تدرون وش نجد. منزل عادي ما يصير فيه اي اشياء، يمكن ظننت بانه ملها في الداخل او هكذا يصير اشياء يعني غير اخلاقية في الداخل، فهناك حراس شباب. فيلا صراحة منزل يعني رائع من الداخل، وهنا حراس رائع، ها يبقون يرسبنون هنا
لا تقول لي استكشفت جليتش الان. شوفوا شباب خرجت ودخلت، شوفوا دخلت وخرجت رسبنوا هكذا، يعني مره اخرى رسبنوا. خلينا ندخل ونخرج، هل تتوقعون انه يصيروا ثلاثه؟ خلينا نشوف، يمكن ما تدرون والله. اوكي لا لا اثنان، اوكي رايتم شباب. المهم هذا هو، ايش في لقلقت شويه اللعبه. يلا يلا خلينا نبعد عن هذا المكان. اوه لقلقت لقلقت، يلا يلا نبعد عن هذا المكان شباب. الحراس موجودين في كل مكان وزادوا اعدادهم، لذلك اللعبه لقلقت بهذه الطريقه. المهم هذه هي المودات شباب، اكتبوا لي في التعليقات اكثر مود اعجبكم. انا والله اكثر مود اعجبني هو مود ما اسمه، مود شباب تصالح العصابات، والله اعجبتني ولا مره يعني ظننت بانهم راح يتصالحوا. تخيلوا عصابه بالاس مع جراف ستريت وايضا مع الفاريوس هكذا كلهم مع بعض، والله عجبني. اكتبوا لي في التعليقات اكثر مود اعجبكم. فشباب لا تنسوا لايك الاشتراك وانشروا المقطع في كل مكان، ويلا اشوفكم في المقاطع الجايه ان شاء الله، ومع السلامه يا حبيبي.